نعمة حسن الخلق واحترام الكبير والصغير. أما بعد، مديرات الفاضلة، معلمات العزيزات، زملاء الأعزاء، وحييكم وأستسهل معكم ببرنامجنا الإذاعي لهذا اليوم بتاريخ 19 من جماد الأول لعام 1442 الموافق له 3 يناير لعام 2021، الذي سنتحدث به عن أجمل الصفات التي يتصف بها المسلم والقيم الأخلاقية، وهي صفة الاحترام لكل صغير وكبير. الاحترام هو عبارة عن تقدير الآخرين، وهو أيضا تقدير الإنسان لنفسه واحترامها. الشخص المحترم يحترم نفسه قبل كل شيء، وقد حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الحسنة وعلى حسن معاملة الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة نور بن سامي السيابية، سأتلو عليكم سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتم، أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. صدق الله العظيم. مع الحديث الشريف سأقرأه عليكم. أنا الطالب أيوب حكماني صف ثاني أول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد استماعنا إلى القرآن الكريم والحديث الشريف في إذاعتنا المدرسية، نستمع الآن إلى فقرة هل تعلم عن صفة الاحترام. سأقرأها عليكم. أنا الطالبة رهف خالد اليحيائي بالصف رابع سادس. هل تعلم أن احترامك لذاتك هو أساس احترام الآخرين لك؟ هل تعلم أن الاعتراف بالخطأ يكسبك احترام الآخرين؟ هل تعلم أن اكتساب المرء لصفة الاحترام يكسبه محبة الجميع؟ هل تعلم أن الإسلام انتشر بين الناس بالكلمة الطيبة وبالاحترام والاحترام أكثر من انتشاره بالسيف؟ هل تعلم أن احترامك لمعلمك ومعلمتك يكسبك حبهم وتقديرهم واحترامهم لك؟ بعد استماعنا إلى فقرة هل تعلم، نستمع الآن إلى فقرة حوار ومناقشة عن صفة الاحترام وفوائده. سنقرأهم عليكم نحن الطالبتان سهى الرحبي بالصف الثالث أول ونهى الرحبي بالصف الثالث أول. ما هو الاحترام يا أختي وعلى ما يدل؟ هو يا أختي صفة إنسانية نبيلة يجب أن يتحلى بها أي إنسان، وهي تدل على التقدير والمحبة. نجم الأشخاص الجديرين بالاحترام. هناك العديد من الأشخاص الذين يستحقون التقدير والتعامل بالحسنى، مثل الوالدين والمعلم والكبير والصغير. ما هي أشكال الاحترام؟ أشكال الاحترام: الالتزام بالقوانين، احترام ذوي الاحتياجات الخاصة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والدين. ما هي فوائد الاحترام؟ له العديد من الفوائد، منها يزيد من ثقة الفرد في الآخرين وثقته في ذاته، يجعل الفرد أكثر إيجابية، يجعل من السهل الحصول على علاقات قوية مع الآخرين. وأنتم أيضاً يجب عليكم احترام والديكم ومعلمكم والكبير والصغير. شكراً على حسن استماعكم. مع السلامة. وفي نهاية هذا اليوم الإذاعي لا يسعنا سوى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجملنا جميعا بحسن معاملة الناس، وأن يهبنا التوفيق والنجاح، ويجمعنا دوما وإياكم على كل خير.
رزقكم الله حسن الخلق وحب الناس، دمتم جميعا في حفظ الله وأمنه. كان معكم الطالب الخليفة ناشر المشفري من الصف الرابع سادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.